وثلاث أطفال بتاع الماما ده كان مجروحين، لكن ما جرح كبير، كان هنا وهنا وكذا، وشالوا ناس ده إلى ذخيرة مستشفى إنعاض وهم رجعوا. ده لكن ناس كان خايفين عشان البيت خرب كله. ده يوم ثلاثة شهر 11، أو يوم خمسة شهر 11 بوم تاني بنفس القوة، لكن ده طلع في مدرسة بتاع سيسترات، بيت بتاع سيسترات في نفس الهوش، في بيت بتاع سيسترات هنا ومدرسة بتاع سيسترات هنا. والحمد لله المدرسة كان مقفول، ما كان في أي زول هناك، وبوم تاني ووقع في مدرسة وخرب كل شيء الفوق ده، تدمير كامل وكذا. ده يوم خمسة بعد يومين بتاع الأول، هجوم الأول. كويس، نحن كنا نقول هسا نحن نقول نعمل شنو، ولسه الناس محتاجين مساعدة بتاعنا، هم دايرين أكل، هم دايرين ينوم في بيوتنا. وعشان كده سيستر المسؤول سيستر تريزا قال نحن ما نمشي، لازم عشان الناس ديل دايريننا، هم محتاجين المساعدة بتاعنا زي ده، نحن قعدنا. لكن كان في برضو محاولة لغاية متين نحن نقعد في بيت. عشان كده نحن قلنا يا ناس، هل انتم دايرين عشان تطلع من بيت ده؟ نحن ممكن نحاول زي نقول بالعرب بالانجليزي evacuation، معنا نشيل ناس بمساعدة بتاع ICRC Red Cross وكذا. وزي ده كان في زول في إيطاليا قريب من الرئيس بتاع سيسترات، رئيس بتاع سيسترات في إيطاليا، هل كان يعملوا المحاولة دي. وزي ده جاء اليوم 10 شهر 11، قالوا اليوم ده هم بيشيلوا ريد كروس بيشيلونا من بيتنا الى برا، ولكن ريد كروس ده لازم ياخد الاذن من دام السري وبعدين من الجيش، عشان لازم احنا نمشي في منطقه بتاع ده بتاع دام السري ومنطقه بتاع الجيش. كويس، جاء اليوم 10 شهر 12 ديسمبر، وفي صباح زي 6:30 ولا كده في تلفون بتاعنا كان في مسج رسالة، قال الرئيس بتاع ريد كروس قال نحن لازم نكون جاهزين عشان هم بيشيلونا وإلى بس كير هوسبيتال. انتوا بتعرفوا بس كير هوسبيتال معنا المحل ان نحن نقابل مع بعض يكون بس كير هوسبيتال، عشان من هناك ريد كروس بيشيلنا الى برا. كويس، نحن قلنا ما في مشكله معنا. الكلام ده جاء برضه من الجيش، هم اتفقوا ناس ريد كروس يجوا في شارع الجيش بيقول له عشان يجي الى بس كير هوسبيتال. وجاء لنا عربيتين افتكر بتاع اللوري وغندران عشان يشيلوا ناس، كان في ناس كتار اكثر من افتكر 111 معنا عائلات كده، هل كان رضيانين عشان يجوا معنا. كويس، العربيه بتاع الجيش جاء، ونحن بعض من الناس باللست بتاعهم غير بتاعهم مشوا في ده كان زي الساعة 10:30 صباح. الوقت ده زي الساعة 11 ناس جيش جو وقالوا معلش ما نحن ما قادرين عشان نمشي عشان نخش جوا في بيت. معلوم حصل شنو؟ شوف ريد كروس بدل ما هم بيجوا الى شارع الساكن ولا الجيش قال لهم معنا بقادي عشان يجي الى
الى بس كير هوسبيتال هم جو بشارع بتاع ابو ادم ولا كده معنى ازوزا معنى ده بتاع ذخيره و اكيد افتكر هم كان عندهم بوم ولا كده في شارع هم لازم بيجوا الى محل بتاع بس كير هوسبيتال انا سمعته كان في بس واحد مشى فوق البوم واكيد ولا كده ماين واكيد وكان في انفجار وكده وناس سواق واثنين نفر ولا كده ماتوا وكده ده نحن سمعنا كلام ده جار قالوا كويس ما في مشكلة عشان هم عنده سكة فينا عشان كده قال لسيستر ما في مشكلة نحن بنجيبوا حاجات غالية عشان هم جايين هم بيجوا حاجات من بيجيبوا حاجات من أمدرمان عشان غالي لكن سيستر قال لازم نحن نشتري وزيدا هم سيستر كان بيجيب قروش بتاعهم إلى بنكك وكذا وزيدا نحن كنا ماشيين لكن again الأستاذ اللي كان معنا الجيش قالوا ليه يا اسمه أوساشان يا أوساشان ليه أنت ما ممكن تمشي إلى أمدرمان أنت ممكن تجيب قروش وأنت ممكن تجيب حاجات من أمدرمان وزيدا الجيش صادوه عشان يجوا إلى أمدرمان وهو جابوا حاجات من أمدرمان لكن شالوا زمن وبرضو بعض من القروش برضو هو جابوا والجيش برضو مرة تانية ولما القروش انتهى سأل شان عشان يشيلهم إلى بورسودان عشان برضو يجيبوا حاجات الوقت ده انت لازم تعرف نحن ما كان عندنا كهرباء من شهر 5/2023 ما كان عندنا كهرباء هاي طيب بجانب المواد الغذائيه نفس الجيش كان بيجيبوا لكم شنو كبكبه و وفروا لكم دقيق خلاف الفوتس يعني وفروا لكم خدمات ثانيه دواء نت كده جابوا لكم شبكات اتصال اذا كان في زول ايام وكده نحن مشينا الى ذخيره و في بعض من الناس فبعض من الناس أخذوا دواء هنا في ذخيرة إذا كان ما قادرين عشان نلقى حاجة ده الجيش راحوا لهم إلى أمدرمان سلاح طبي ولا كده هاي وزي ده الناس جابوا هاي طيب الآن جيتوا من هناك لهنا كيف كويس لكن زي ما الوضيع بقى صعب وكده عشان بوم وكده ونحن قلنا برضو بعض من الناس قالوا نحن ما دايرين نرحل نحن نقعد هنا لكن كان في 25 نفر قالوا يا سيستر نحن دايرين نمشي كويس وزيدا نحن قلنا إلى الجيش ناس الجيش نحن دايرين برضو كان في ضغط من فوق من سيسترا رئيس وكذا متين ينتجوا وكذا كويس قلنا لناس الجيش وهم ساعدونا هم قالوا كويس نحن نعمل الترتيب لكن نحن نقول لكم متين مش بدري زي قبل 2 أو 3 ساعات نحن نقول لكم حصل إيه نحن نمشي وكذا وهم قالوا انتوا لازم تكونوا جاهزين وزيدا من بداية بتاع شهر 7/2024 نحن كنا جاهزين أي وقت عشان نرحل من هنا عشان نطلع من شجرة وجاء الخبر من جيش واستخبارات برضو قال يوم 28 شهر 7 ده يوم الأحد في المساء جاب لنا خبر نحن بنجي الساعة 9 عشان نشيلكم لكن الخبر ده جاء 200 زي الساعة 6:05 و6 في المساء ونحن كنا جاهزين لكن نحن كنا ما قادرين عشان نقول الكلام ده إلى ناس وعشان شنو عشان جيش قالوا نحن ماشيين عشان نعملوا زي ما
مرحلة الأولى إلى الأجانب سيسترات وأنا وأجانب بس، ومرحلة الثانية الناس القاعدين معنا أسجلوا و أوكي نحن قلنا أوكي، ولكن كان صعب عشان ما كان قادرين عشان نقول للناس بتاعنا نحن ماشيين. والعربية جاء الساعة 10 بالليل، وبعض من الناس لما نحن كنا ماشيين بالشنطة بتاعتنا وكذا، بعض من الناس الكبار قام من النوم بتاعه قالوا يا سيستر يا أبونا إذا ماشي معلوم معلوم. ما كان ما كنا قادرين عشان نقول الكلام، بس عربية بنت الجيش ونحن خطينا حاجات بتاعنا. سيستر فينا فرين سيستر حركة بتاعهم صعب وكذا. anyway مشينا زي ساعة 10 ونص ولا ساعة 11 جينا في طرف البحر وكذا. أفكر المركب نحن كنا في مركب زي ساعة 12 إلى ربع ولا كذا midnight نصف الليل وكذا. نحن كنا هنا الرحلة كان زي 45 دقيقة وجينا في أم درمان.